هذه الجلسة التي يعني بتعبر عن السلام، السلام الحقيقي، والسلام هو الوجود الفطري في أعماق كل إنسان. أنا شايف إن السلام مسؤولية الإنسان مش مسؤولية الأديان. مرة تانية، مين المخلوق في الدنيا اللي جاي يمتحن ويختبر؟ مش الإنسان؟ إذا يا إنسان ورينا حضارتك خاصة، وإن ربنا خلقك بعقل وبقلب وبضمير، ملكة كافية إنك تعمل برنامج حياتك وتشوف احتياجاتك وتتطور وترتقي. فالسلام هو سر الحياة، هو القوة اللي بتعمر وبتبني، واختفاء السلام لا يعني إلا شيئا واحدا، هو استدعاء الدمار والهلاك لأي أمة. السلام المعنى العكسي للحرب، والحرب بكل أدواته القديمة تغيرت، وأصبح الآن الحرب يعني الإعلام بقى جزء من الحروب اللي احنا شايفينها، ما بقتش الآلات والأسلحة الثقيلة هي بس هدف أو هي بس وسائل الحروب، لا بالعكس، بقت في قوة ناعمة وبقى في إعلام ليه دور كبير في الحروب، وبالتالي في المقابل هو أيضا له دور في السلام. يعني الإعلام زي ما بنقول شفنا ياما حروب تم استخدام سبب الإعلام، وزادت في الفترة الأخيرة شفنا بلاد تشردت بسبب الإعلام وبسبب الأفكار اللي بيروجها الإعلام، وشفنا دول كبيرة استخدمت الإعلام في تفتيت دول صغيرة. تأثير السوشيال ميديا اللي بقت تلعب دور أخطر مما نتخيل. يعني إحنا الأول كنا بناخد معلوماتنا من الإعلام، الناس ممكن يحصل حدث النهاردة الناس تاني يوم يعرفوا، لكن تأجيج المشاعر وده أعتقد السوشيال ميديا بيلعب فيها دور خطير، وشفنا عبر لجان إلكترونية سواء لدول أخرى أو لجامعات أخرى بيتم التحريض وفين على ما الناس تعرف الحقيقة، والأمور زي ما بنسميها في الإعلام المعرفة التراكمية. يعني لو واحد قاعد ينشر خبر خطأ خبر خطأ خبر خطأ، بعد يومين الناس بيبقى عندها خلاص قناعات ان هو ده الحقيقه، على ما تيجي تغير الحقيقه عند الناس دي بتاخد صعوبه. فاذا لم نبادر ان احنا نشكل جيل على درجه من الوعي يقدر السلام ويحافظ على السلام ويعلم ان السلام هو اساس التنميه، وان الشعوب بتماسكها وليس بصراعها. احنا بنشوف حتى الصراع وصل ما بين منطقه جغرافيه ومنطقه اخرى في نفس الدوله.